هي مسألة الثقة. يعني حتى اليوم عدم توصل التيار والإطار مسألة الثقة. ما جاوبت على السؤال. لا لا سؤالك هو سؤال واضح، مو قانون القانون. الأخوة يعني الأغلبية السياسية مع الاستحقاق الانتخابي. يعني اليوم احنا شو مباشر راح نكلف سيد محمد شيعة السودان على أساس نكلفه؟ على أساس غير على أساس الأغلبية السياسية وعلى الكتلة الأكبر راح يشير الإطار؟ لاني غلطان؟ لا بكل تأكيد هذا استحقاق. استحقاق انتخابي اليوم واقع حال. الصدريين انسحبوا 73 مقعد، اليوم البدلاء جو الأكثرية هم من دولة القانون من جماعة الإطار. راح نصوت لرئيس مجلس وزراء مرشح الإطار، مرشح دولة القانون سيد محمد شيعة السوداني، راح نصوت على أساس نصوت على أساس إنهم الكتلة الأكبر. فاليوم الكتلة الأكبر جاي تفيدهم تضرهم اليوم مرشح. لا بالعكس هم اتفاق يعرف الشيخ، هم وقعوا على الوثيقة. يعني بالمناسبة لست الكتل السياسية وقعوا على الوثيقة موجودة على نعم. فإحنا اليوم من نصوت على مرشح الإطار الكتلة الأكبر، ايضا بالمقابل الاخوه في الاطار يصوتون على مرشح الكتله الاكبر كردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا استحقاق انتخابي ومكون. انا راح اجاوبك نيابه عن السيد النائب. اولا الكتله دوله القانون وقوى الاطار التنسيقي داعمه لمرشح التوافقي للبيت الكردي. يعني ما اكو الكتله الاكبر الكرديه هي تاخذ رئاسه الجمهوريه. هذا يؤخذ بنظر الاعتبار. يؤخذ بنظر الاعتبار. اليوم كل كتله سواء كان يمثلها نائب أو نائبين أو 50 نائب، كل من حسب حجمه الانتخابي يداعي باستحقاق. لذلك هذا يأخذ بنظر الاعتبار وهو معيار قد يكون الأبرز. أما فيما يخص الأخ السوداني، الأخ السوداني كلمة للتاريخ، ولكن يعني الأخ السوداني هو مرشح توافق لكل القوى الإطار، وآخر من أيد السيد السوداني هو السيد المالكي.